نعم، أدخل. وعليكم السلام. سلام. كيف حالك؟ بخير، الحمد لله يا رب. الحمد لله. كيف؟ أنا ذاكر. الأسبوع اللي فات أنت أكيد عندي ودعيتك. ما جاوبت. وعملت الأشياء اللي قلت لك. نعم عملتها. والله ما عندك الزهر. وش لا، ما اقتصرت جارك الفلوس أنا. لا كيف؟ الفلوس هذه كيف؟ أنا أعطيتك ودعيت لك للرب سبحانه عز وجل. دعيت لك دعوة كل الأدب. أطلب ربي يرجع لك الفلوس. أطلب. لا أطلب. يرجع. الله يرجع. أطلب. كيف؟ أدعي. أشكر الله دائما. لا. شوف. مثلا فالمرض فائدة. عندك 20 أورو. 20 أورو ما تعرف. حطها كده. وعندما تدعي لله دائما أضربها بـ1000. إذا أنا حطيت 20 أورو وعندك 2000 أورو. لا، 20,000 أورو. يخرب بيتك، سيعطيك الله 20,000 أورو. ادعي. كذا. شوف. الله. لابد تريه البورت فايدة. الله. هكذا. نعم. الآن عندي فلوس. الله. كيف؟ هنا. واحدة فقط. ما. سنحاول. حاول مرة أخرى. الله يا بابا، وسلام عليك يا بابا. الله يا بابا. نعم. سنحاول. يخرب بيته. لا. سنحاول. هكذا تعمل، هكذا. يحتمل أن أدت هذا أكثر من هذا في الطول، هكذا. ودعمل ميتش كده. ميتش. ودعمل الله. والله أنا شوف. خرجت. يخرب فيك. ولا واحدة فقط. لا والله واحدة. أكسب عليك. السؤال فيه كثير الويفي ورضي السير، فيستطيع أن يكون في خل. اتصالات كثيرة. يخرب بيته. سأحاول. ويحتمل يوم الجمعة. يوم الجمعة لست أتي إذا يعملون. آخر شخص. الله. رزقنا يا رب. سنحاول. والله سنحاول. يخرب بيته. ما هذه صورة طردكه. والله صورة طردكه. شوف. والله صورة طردكه. وين عشان نقروا. شو ده يخرب بيته. اذهب انا خصمت معاك 20 أورو.